قالوا لي ترى المجالات اللي راح تدرس فيها هي فقط المجالات الأدبية، علم النفس، علم الاجتماع، التاريخ، الدراسات الإسلامية. وطبعاً هو مو تقصيراً أو تقليلاً في هذه التخصصات أو أهميتها، ولكن ما كانت ميولي، لدرجة اتخذت قرار قلت أنا ما راح أضيع وقتي في الجامعة لو ما راح أقبل غير في هذه التخصصات. وكنت مقررة بعد نهاية السنة الأولى، السنة التحضيرية، أنه راح أوقف مواصلة دراستي الجامعية. ولكن جاني بصيص أمل من بعيد، البصيص هذا قال متاح للمعاقين بصرياً أن هم يدخلوا لتخصص الإعلام. حسيت أنه الحاجة الضايعة مني أنا لقيتها، لقيت حلمي الجديد، لقيت لول والعبد الله، لقيت إحساس الداخلي ورغبتي الحقيقية. واليوم أنا أقول لو يرجع بي الزمان ما كنت حختار غير تخصص الإعلام. ولله الحمد استطعت إن أنا أدخل لكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبد العزيز. درست، حبيت التخصص، حبيت الدراسة، كنت أعمل بمتعة. ما كانت فقط حياتي الجامعية عبارة عن محاضرات وعبارة عن إن أنا أروح للمحاضرة وأرجع للبيت، كنت أغتنم كل الفرص اللي أنا فيها في الجامعة عشان أقوي إمكانياتي الإعلامية. كانت في أحد الدكاترة اللي بتدرسني اللي أوجه لها تحية عبر شاشة الام بي سي، الدكتورة جيهان يسري أبو العلا، كانت نائب رئيس القسم بالجامعة. كانت كل ما بتسمعني ولا بتشوفني أو أشارك في أي نشاط كانت بتقول لي لولو أنت إعلام مسموع، لأن أنا تخصص صحافة. فهذا الشيء غذى فيني وغذى في داخلي التوجه الجديد. فكنت أقول دائما أنا حكون مذيعة، حكون إعلامية، وصوتي بكرة راح تسمعوه في أرقى الإذاعات السعودية. والحمد لله تخرجت من الجامعة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وكنت من الأوائل على الدفعة آنذاك، كانت في عام 2012. وكنت دائماً البعض بيقول لي أنت كيف واثقة أنك راح تكوني مذيعة؟ قلت الأي أيام راح تثبت لكم. بعدها بسنتين كانت نقطة تحول مهمة بحياتي. هنا بدأ الحلم اللي كنت أحلم فيه من عام 2010 وتحقق في عام 2014. طبعاً كنت ظهرت في أحد البرامج وكنت التقرير يتحدث عن لول والعبد الله وعن نجاحها وعن إنجازها في المجال الدراسي، واستطعت أن أنا من خلال هذا التقرير أقتحم وبكل جدارة إذاعة المملكة العربية السعودية، إذاعة جدة FM آنذاك. وفي ذات السنة ولله الحمد المملكة العربية السعودية دخلت في مشاركة مع مهرجان تونس للإذاعة والتلفزيون ببرنامج يحكي قصة لول والعبد الله كاملة، لول وتعبر حدود الظلام. وهذا البرنامج ولله الحمد بعمل فريق عمل متكامل حصد على الجائزة الذهبية بمنافسة 20 دولة عربية.